أستاذ أمراض قلب طب الأطفال من جامعة إيسن في ألمانيا، واستشاري أمراض قلب الأطفال في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك. دكتور، كنا عايزين نسأل إيه أعراض أمراض القلب عند الأطفال؟ هل كل أم يعني بتعتقد إن هي ممكن فعلا ابنها أو بنتها يكون عندهم عرض من أعراض أمراض القلب عشان تمشي أو تبتدي تقلق؟ لا ان شاء الله ما فيش قلق، لان يعني ان الامراض قلب الاطفال قليله جدا، نسبه ضئيله جدا. يعني 1 من 100 طفل بيتولد طبيعي بيبقى عنده مشكله، فبالتالي غير متوقعه كتير. في اعراض عامه اللي هو يا مثلا لو طفل عنده ازرقاق، طبعا ده مهم الواحد يروح على طول دكتور يطمئن ان ما فيش حاجه في قلبه. التانية هو الطفل يعرق كتير وهو بيرضع، دي ممكن تكون زي ما يكون تشخيص لمرض، بس ممكن يكون طبيعي لان في اطفال يعرقوا كتير وفي اطفال بالظبط فما فيش زي ما يكون هو بس الزرقان هو اللي واضح، لابد الواحد يعمل حاجه. بالنسبه للتانية ممكن الواحد يتابع يشوف يحاول يعرف ايه الاسباب، يمكن الدنيا حر قوي غير كده يعني متخوفش قوي، بس لو زادت عن حدها ان الطفل يبطل رضاعه، ودي اهم حاجه في الاطفال. الطفل اللي يعني نسبيا كويس بيجوع وياكل، اما الطفل اللي ما بيحبش ياكل في مشكله، مش لازم تكون في القلب، ممكن تكون اي حاجه ثانيه. فكوضع عام طفل ما بيقرف من الاكل في مشكله، لازم يروح للدكتور على طول. إمكانيات العلاج في مصر لأمراض الأطفال؟ إمكانيات العلاج السنين 30 سنة اللي فاتوا اتحسنت بشكل يعني كويس جدا، وفي دكاترة على مستوى عالي جدا. بس طبعا اللي مش عايز أقول، بس هي مشكلة الطب عموما في مصر أعتقد أنا إن المنظومة مش صح، دي مشكلتنا. أعتقد احنا ممكن نكون احسن من كده بكتير لو اتفقنا كدوله وكنقابه اطباء والى اخره ان نعمل منظومه صح. المنظومه مش الدكتور بس، لان يعني دايما بنتكلم طب الدكتور، بس المنظومه فيها الممرضه تمام. لازم يكون في تعليم متقدم جدا، لان الممرضه اساس اللعبه كلها، لان هي القاعده مع المريض على طول. وطبعا اللي هو بيسموه في الطب التكنيشن، اللي هو مثلا بيعمل اشعه قلب مش عارف، نفس الحكايه. فلو دي ما اكتملتش المنظومه دي هنفضل ورا الركب العالمي. لكن في ناس متقدمين ومتميزين في كتير جدا، بس مش كفايه، لان من غير المنظومه المجهود اللي الناس بيعملوه بيضيع عليهم. ودي لازم في مصر احنا كنا ده متضايق له جدا، احنا كنا من اوائل الناس في المنطقه في الطب، والنهارده اصبحنا عندنا مشاكل. بالعافيه يا ستي.